الله ما عظيم؟ الله ماله؟ مشكلتك معاه شنو؟ اللي بيخليك تبعد منه شنو؟ الأقوى منه منو؟ والأكرم منه منو؟ واللي بيسمعك منو؟ غيره سبحانه وتعالى. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. انتوا في البحر الأحمر عندكم غرفة هنا بتاعت قزاز، وين هو البحر على وين؟ غرفة بتاعت قزاز ما شفتوها؟ سمك ملون. السمك ده في شيخ لونه؟ أسألكم بالله، في شيخ لونه؟ لقتك سمكة لابسة حجاب؟ في حجاب رزق لابسة وسمكة؟ لقتك سمكة شايلة نوبة بتدوق فيها جوا؟ على الأقل خش الغرفة بتاعت القزاز دي دنقر شوف سمك لافي. لو قال لك ديك بس اقبضها، ما قال لك ارزقها بس اقبضها، تقدر؟ الله من فوق سبع سماوات يعلم بيديه، ودي بيضت ويحفظ لها بيضة جوا البحر ده ويرزقها الليلة وبكرة. وفي مخلوقات جوا كده جوا شديد، مخلوق العربية دي ببلعها زي السفة ما فيش قاعد جوا، الله خلقه بحار. قال الزجاج في تفسير ابن كثير عند قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، قال العالمين جمع عالم، خلق الله ألف عالم في الدنيا منها 400 فوق الأرض و600 في البحر. 600 عالم قال لك جوا، الله يعلم بهم شد ويرزقهم كلهم. انت تخاف من الرزق؟ وده جوا البحر سمك ضعيف في حيتان وفي قريش وما خايف من الرزق. انت من ادم الله اداك عقل، عينك للشجر، عينك للمويه، عينك للاكل، تخاف من الرزق تمشي لفكيت ديك رزق؟